جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم لمن يدمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى ألهته عن متابعة أبنائه وأداء فرائضه، والأدهى من ذلك ما قد يتوسع به من مطالعة بعض الصور الأخرى العارية والعياذ بالله؟ خذوا قاعدة يا إخوة، كل ما يلهي عن واجب فهو حرام، كل ما يلهي عن واجب فهو حرام، وكل ما يلهي عن فضيلة فهو مكروه، كل ما يلهي عن فضيلة فهو مكروه. فإذا كان الإنسان يشتغل بوسائل التواصل الاجتماعي عن واجباته الشرعية فلا يربي أبناءه ولا يقوم بالحقوق الواجبة عليه، بل الآن أصبح الموظفون في مكاتبهم يشتغلون بهذه الوسائل، يأتي المراجع ويقف عند المكتب وهذا الموظف يعمل في هاتفه، ربما وقف الرجل 5 دقائق أو 10 دقائق وهذا يعمل. حدثني أحدهم قال: جئت ووقفت عند الموظف وهو يعمل في هاتفه ويكتب، قال بعد 2 أو 3 دقائق: قلت يا أخي أنا لي حاجة عندكم، قال: ما تشوفني مشغول تارك الواجب ويعمل على هذه الوسائل، يرسل ويستقبل ويقرأ ونحو ذلك. إذا كان الاشتغال يؤدي إلى ترك الواجب فهذا الاشتغال المؤدي إلى ترك الواجب حرام، وإذا كان يلهي الإنسان عن الفضيلة. يا إخوة، اليوم بعض الناس نقول له: كم قرأت من القرآن اليوم؟ يقول: والله اليوم ما قرأت شيء. متى آخر مرة قرأت القرآن؟ يقول: يوم الجمعة، يوم الجمعة قرأت شيئا من القرآن. لماذا لا تقرأ يا أخي من القرآن؟ قال: ما عندي وقت. لو حسبنا الوقت الذي يشتغل فيه الناس اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، أقول لو تركوا نصف هذا الوقت لقرأوا 5 أجزاء من القرآن في اليوم. وإذا كان هذا يؤدي إلى حرام فهي ظلمة عظيمة، أن الإنسان يطالع ما حرمه الله عليه من الصور المحرمة ومن الكلام الخبيث، وأن يتواصل والعياذ بالله مع نساء أجنبيات عنه، هذا لا شك أنه ظلم للنفس وظلمة عظيمة. ولذلك يا إخوة أنا أقول إن هذه الوسائل فيها خير كثير، قربت البعيد، ويستطيع الإنسان أن يقرأ كتباً وأن يعرف الأخبار وأن يتواصل مع الناس، ولكن يجب أن نرشد استعمالنا لها، فنحذر من الحرام فيها، فإن الله يرانا، وأن نحذر من أن نترك الواجب بسببها، وأن لا نسرف في استعمالها. يا إخوة، بلغني أن بعض الناس في البيت الواحد أصبحوا لا يجتمعون، الأبناء يتواصلون مع بعضهم عن طريق الواتساب أو نحوه، هذا في غرفته وهذا في غرفته وهم في بيت واحد، ما يلتقون، ما يجتمعون مع بعضهم. إذا احتاج أحدهم أن يسأل أخاه عن شيء أرسل له رسالة وهو في غرفته، بل الزوجة والزوجة يجتمعان في المكان الواحد، قال: هذه الساعة، لا، الساعة هذه للبيت ما أخرج، وطول الوقت هو على الهاتف وهي ماسكة الهاتف. تباعدت القلوب بسبب الإسراف في هذه الوسائل. أقول: لا تمنع وتستعمل وفيها خير، لكن ينبغي أن نرشدها. أعجبتني امرأة عجوز عندها أبناء، أبناؤها يزورونها، فلما رأت أن الأبناء إذا دخلوا كل واحد مشغول بجهازه، إما ينظر رسالة وصلت ولا يكتب، وضعت سلة عند الباب
وقالت من أراد أن يدخل بيتي فليضع هاتفه هنا، يدخل لي ويجلس عندي يتحدث معي ومع إخوانه، وإذا خرج يأخذ هاتفه. فهذا أمر في الحقيقة جزى الله السائل خيرا على التنبيه عليه، ينبغي أن نتنبه له. نعم.